إلى تونس، حيث قال مسؤول قضاء تونسي إن ما لا يقل عن 4 مهاجرين لقوا حتفهم، فقد 51 آخرون بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل التونسية. أضاف أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متن هذا المركب من منطقة أفريقيا بجنوب الصحراء. السلطات التونسية أعلنت العثور على جثث 10 مهاجرين يبدو أنهم أفارقة من جنوب الصحراء على شاطئ اللواتة في ولاية صفاقس التونسية. من تونس نسرين رمضان حول هذه التفاصيل، مراسلة القاهرة الإخبارية. بعد تحية نسرين، الهجرة غير الشرعية باتت يعني تؤرق تونس في الفترة الأخيرة. هناك مركب يبدو أنه أغرق أو غرق في سواحل تونس، فكيف تبدو تفاصيل غرق هذا المركب ومن الذين كانوا متواجدين عليه؟ تحياتي حساني. نعم، في تفاصيل أن هذا المركب بعد غرقه وانتشال الجثث مثل ما ذكرت في المقدمة، الآن حاليا تجري عملية تحليل العينات الجينية للجثث التي تم العثور عليها للتعرف على هويتهم. هم أغلب على الأغلب هم من أفريقيا جنوب الصحراء، دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبحسب السلطات التونسية غير معروف تحديدا من أين خرج هذا المركب، إن كان من صفاقس المهدية أو جرجيس، وهي مهدية موجودة في واقعة في وسط شرق تونس، وصفاقس وجرجيس واقعتين في جنوب شرق تونس. الآن هناك يبدو أن تفاصيل أيضا أن هذا المركب غرق في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت، نظرا لسوء الأحوال الجوية في تلك الليلة، نظرا لشدة الرياح واضطراب البحر. طبعا في هذه الفترة، فترة الصيف، تستغلها شبكات الاتجار بالبشر وشبكات الهجرة غير النظامية، نظرا يعني تحسن أحوال الطقس وهدوء البحر، لتكثر عدد عمليات ومحاولات الهجرة والعبور نحو السواحل الإيطالية. في إيطاليا أيضا هناك سواحل، أو السلطات الإيطالية أعلنت أيضا عن غرق مركبين ويقلان العشرات من المهاجرين وتم العثور على عدد من الجثث. في تونس هذه طبعا هناك السلطات التونسية تعمل على إنقاذ هؤلاء المهاجرين غير النظاميين الذين يتم العثور عليهم وتتقطع بهم السبل في يعني وسط البحر. صحيح. وكان تم الإعلان عن إنقاذ واعتراض أكثر من 34 إذن ما زالت في تفاصيل كلامك. الهجرة غير الشرعية يعني شيء خطير ويؤرق الحكومة التونسية إلى الآن، برغم يعني ما تم اتخاذه من احتياطات. أشكرك على هذه التفاصيل من تونس، كنت معنا فيها نسرين رمضاني. شكرا نسرين.